الفاصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد. وشوطنا الحادي عشر يضم نخبه من القعدان لاذاعه المحليات الاصايل الى المقدمه والى الصداره والى البدايه الاولى، وهنا مخلاب سيل بسليم بن حربي العامري، بينما النقله الى المركز الثاني الشامخ سالم خلفان بالعري الاكتفي على المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وتابع هناك مسيان محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما في رابع التحديات ياتي داغر لسالمين بن محمد بن سالمين العامري، من يقدم لنا داغر على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس من الجانب الاخر عطنا الليبي اللي من الجانب الاخر، هذا شعار ايضا يتقدم لهشميمي سالم بن مبارك بن نصرة العامري على المركز الخامس، بينما في سادس التحديات ياتي اللي هو الشرع لمحمد بن سيف بن صالح الظاهري، يقدم لنا الشرع على المركز السادس، بينما في المركز السابع هناك من الجانب الاخر ياتي هناك غازي سيف او سعيد بن سيف الكديده الفلاسي على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز هذا معزز لراشد بن شاهين بن خلفان مزروعي، بينما في تاسع التحديات شاهين محمد بن غاصب بن خيله العفاري، بينما في عاشر المراكز هذا هو شاهين لعيسى بن مبارك بن عيسى المنصوري. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تسير في ناموس هذا الشوط. عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة وإلى البداية وإلى المعترك الذي يدور نحو مقدمة هذا الانطلاق. مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى البداية الأولى، وهذا مخلاب السيل بسليم بن حربي العامري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني الشامخ سالم بن خلفان بالعري
الكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما ناخذ الوصول على المركز الثالث. هناك يأتي مشاهدين الأعزاء معزز راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وتابع اللي قادم هذا هو داغر لسالمين بن محمد بن سالمين العامري. هذه هي النتيجة للأربع المراكز الأولى، بينما في خامس المراكز يأتي الشرع لمحمد بن سيف بن حمد بن صالح الظاهري. هذه هي مراكزنا وندائنا للمراكز الأولى المتقدمة، لكن هنا الكيلو والمتر الأخير، الكيلو الأخير اللي أيضا يفصلنا عن خط النهاية. أيها الأخوة الكرام، أيها المتابعين الأعزاء، وهنا مسيطر مخلاب 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 اللي على البداية، مخلاب اللي على المركز الأول، سهيل بن سليم بن حربي العامري على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني يأتينا هنا الشامخ سالم بن خلفان بالعري الكتبي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التحدي والإثارة والتنافس الغوي الذي يدور نحو مقدمة هذا الاندفاع، نحو الصدارة والبداية. ما شاء الله وتبارك الله، هذا هو مخلاب سهيل بن سليم بن حربي العامري، بينما في المركز الثاني يأتي معزز راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي، بينما في المركز الثالث الأسماء اللي قادمة، الشعارات اللي واصلة في هذه اللحظات. لوكون مخلاب بن سلم إلى زاخر 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 ودار المفاخر، يستاهلون هذا الفوز والانتصار. تهانينا وناموس لسهيل بن سليم بن حربي العامري على فوز مخلاب، وانتزاع لناموس الشوط، وانتزاع لناموس هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، يصل الى خط النهاية منتزع شوط المحليات، شوط المحليات هجن الدار والاستقرار. تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما في المركز الثاني وصل اللي هو ايضا الشامخ سالم او مشاهدين الاعزاء معزز راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي. المركز الثالث وصل فيه الشامخ لسالم بن خلفان بالعري الاكتبي. التوقيت الزمني عطنا 7 دقائق 43 ثانيه. تهانينا للسهيل بن سليم بن حربي العامري.